شكون قال لهم القضيه المعاقب؟ ما حصل في المعاقب؟ راه عندنا الله الوطن الملك. انا كنقول لكم وهذا النداء بيني وبين كنقول نوجهوا المعارضه وكنوجهوا للاغلبيه. شكرا. كنوجهوا ونوجهوا للسيد العامل. شكرا. صافي ماشي ديروا اللي بغيتوا انتوما، ديتوا الميزانيه انتوما، ديتوا الاغلبيه انتوما، كلشي ديتوا انتوما. شكرا. الله الوطن الملك، عطيتونا الكراسي وفتري كتقول لنا خرجوا كديروا لنا ارهاب. اذا ملي كعطيتونا اتاي اعيب وعار عليكم. عيب هذا مجلس ماشي مجلس، تفو على المجالس ديال انا ما عرفتش المجلس بحال هذا. وجد بابا قدروا لنا حلونا المشكل ديال المرض ديال المعاقين، حلونا ولا غادي نحيد ندير معاكم حوار ماراطوني، حلونا المشاكل ديالنا. استسمح لك نعاني استسمح لك نعاني استسمح لك نعاني استسمح لك نعاني محقق استسمح لك نعاني استسمح لك نعاني. انا غادي نخرج معاكم حوار ماراطوني، المجلس جالس ونجي للمعارضة وبين المعارضة والأغلبية. حنا جالسين هما خرجوا مشاو بحالهم يديروا اتفاقية اتفاقية بينهم، وعلاش حنا تعرضوا لنا؟ سمحوا لنا إوا خرجوا لنا وها خرجوا لنا داروا لنا إرهاق، ونهار التصويت كيعجبكم صوتوا علينا، دابا خرجوا علينا. لأن عندنا ما يحشي ولا عندنا ما يحشي ولا عجبت المجالس، لأن عجبت المجالس بحال هادي ولا عجبتوا شباب هما هاد المجالس، لأن عجبت المجلس البلدي ديال الدراوي. لا عندي موقف يا سعادة بوحسيتي، عندي موقف هو ما كل شيء يا سعادة الرئيس، عندي موقف انا عندي موقف عندي موقف باش تقول لي خرجوا من الارتفاع. سمحوا لنا باش يسمحوا لنا باش نخرج باش نقول لك سمحوا لنا قلت لنا اذا خرجوا سمحوا لنا. سيتو سيتو خدموا شغلكم، اما ديروا شترول ترول انا عندي حق عام الجمعه وكتب عام الجمعه وعندك مشيت لوجده قسط مال 3 ايام خسرت 40 50 فرانك غير خسر على حساب الاجتماعات ديال المعاقين ديال الانتيكا. وحنا حاصلين حاصلين في هاد المعاقين هادو، علاش ما ديروش حقنا حتى حنا؟ 10 مليون درتو للتليفونات التليفونات والحلويات وحنا هنا المعاقين خرجوا. علاش خرجوا؟ ولكن يوم القيامه تحاسبوا يوم يشوف هاد المجلس خصوصا ثنيا المعارضه يوم القيامه غادي تحاسبوا غادي تحاسبوا. شكرا توبيس دير لهم غير التوبيس دير لهم غير التوبيس. وهذا النداء كنوجدوا لجميع المواطنين باقليم الدريوش ان المجلس البلدي بالدريوش مهمش، مجلس ماشي مزيان، وكيدخلونا دخلونا سميتو القاعه ديال المجلس وكيقول لنا الرئيس البلديه السيد محمد البوكيلي خرجوا من سميتو من القاعه. اذا شي حاجه عندهم سريه انا بيناتهم بين المعارضه، وحنا حكي نحقوا المطلوب ديال الجمعيه ديالي اصلا ديال المعاقين نحقها. يعني انتم كمجلس كنوياد دافعوا على المعاقين، عندي 3000 معاق في الاقليم في الدريوش، 3000 في الاقليم كامل دافعوا علينا، دافعوا في الوزاره، دافعوا في الجهات، دافعوا في المسؤوليه. ولكن انتم الله البارح شفتوا كيف البارح شراو عليا حاج عمي الحاج الله ينصرو، ولي قال لي ضربوا راه ولا شراو عليا من الناس داخل البلديه. علاش ما يخرجوا انا ماشي مواطن، عامل اقليم كيستقبلني، عامل اقليم وهادو قولوها له، عامل اقليم كيستقبلني وكنتخلى حتى البيرو كيعطيني الوقت. انت جيت عند الكباب ماشي انت جيت عندك جاو قالوا لي السير ما كاينش. علاش؟ عمري حاجه لا قال لي روح تمشي تخرج مع الناس مع صحابي وجي. الله يجازيك بخير. لا انا كنعتذر على الشوط، انا كنعتذر هاد المجلس وسمع زيرو زيرو. شكرا شكرا يا مرة بارك الله فيك. مهم بين النقط والستة حاجة اللي إليك أنا نقعد الدورة أخر، ولكن شنو ولا ديت هذا اللي تشوف جبتي لبلدي هي أريني حاضر. أسي إذا جاب النقط يحكم يحسب الفلوس المعارضة وخا يقول الأغلبية. أسي ما يزعم أسي مروان. إذا من الأغلبية المعارضة الأغلبية لأن اللي ما يحشم أنا سكر سكر يجيبوا لي الله الله الوطن الملك. حنا تحقونا المطلب مطلب كاين ديال المعتقل ديال المعاقي ولا اهل الجلسه عاد تبدل الجلسه نايمية خطر باش خطر المشكل ودير الشواء ما راينا راني مسؤول. لا اسمح لي السي مروان. لا اسمح لي السي فريق انت كمسؤول. لا كمسؤولين ماني السؤال راني غنسامح الميادة ونديرو غير حاجة. شتيت راه كذا عمام شتيت الله يرحم ربي الوالدة جاي ترانكيل. البركه الوعود الكاذبه الشعارات الزائفه بركه من الوعود اللي في 2013 في النيليو قلت لك تصريح في 2013 قالت الامينه شعاع مسكين مركزي الخدمي 2013
خارج صافي على السجن خارج صافي الوعود الوعود اسكتوا على الوعود الوعود كذبة اللي جا بجوج الاهداف ديالهم منا على سبيل